هاي مرحبا أنجلا، أنا أختها لمريم. بلشت بوجع راس يوم التنين، بلشت بوجع راس وصرت أسعر شوي وأعطس، بس أنا ما أخذت سيريسلي. قلت لحالي منا مشكلة، اللي بالعادة أعطس اللي بالعادة أسعل. يوم التلاتة بلشت أسعل أكتر ورشحت. بالليل كنت كتير كتير تعبانة وأزي، يعني شوب وبرد وأكيد حرارة وسعلي كتير سعلي. كل ما أسعل كانوا ريات عم يوجعوني، وأكيد كان عندي كمان رشح. بقى الأربعة الساعة 10 بالليل تلفنوا لي وقالوا لي أن أنا بوزيتيف. هلا اللي عطوني إياه أدوية، عطوني بانادول وعطوني دواء للسعلي، وقالوا لي أنه لازم كتير ارتاح، وهذا اللي عملته. وليكو من ما شاء الله اليوم، من يوم الأحد صرت أحسن كتير مثل ما أنتم شايفين. أكيد ما بقرب من أولادي، ببقى مترين بعيدة عنهم. بقى النصيحة الوحيدة اللي فيي لكم إياها إنه هيدا الكورونا فيروس هي أتاكس، بس إذا في ناس الإميونيتي تبعيتهم كتير ضعيفة. بس الناس اللي صحتهم منيحة إجمالا ما بيصير شيء. أهم شيء إنه كتير إنه تغسلوا إيديكم، ضلوا إيديكم نضاف، تنتبهوا على كل شيء عم تدقروه، ما تبوسوا بعضكم، ما تقربوا على بعضكم كتير، حتى وقت ما تاكلوا خلوا يكون في متر بيناتكم، انه الصحون دغري تتغسل، والنظافة بالبيت هاي هي مش أكثر من هيك.